يا صباح ال ايه الهو ده؟ تعالى يا عمر. الكاميرات عامله شغل اهو. صباح الفل. يا اهلا يا اهلا. تعرف انك بقيت وحشني جدا؟ ما تشوفيش وحش. لا بجد انا نفسي مستغربه. بذمتك مش حاجه غريبه؟ ما غريبه الا الشيطان ولا ايه؟ تأمرينا بشيطانة؟ جهزي الملفات تبع الناس اللي بدها تترحل، محتاجينها في قسم الهجرة. أنت لسه واقف؟ اقعد. مريم. نعم. طبعتي لي نسخة من العقود اللي طلبتها منك الصبح؟ ثواني وبيكونوا عندك. شكرا. ها، إيه الأخبار؟ أخبار مين؟ أخبار الدنيا، شايف ملفات خارجة وعقود جاية. العقود. شفتي؟ شكرا مريم. العقود دي عشانك، أنت نسيت الكاميرات اللي حوردها لشركتكم في مصر؟ إيه ده؟ معقولة بالسرعة دي؟ بالسرعة دي؟ امضي طرف تاني. ربنا يجعلها فتحة خير وأدم السعد عليك وعلى اللي يتشدد لك كمان. أحلى حاجة في المصريين الدعاء بتاعهم. هو في أحلى من الدعاء؟ على رأي المثل، اللي أمه بتدعي له أحسن من اللي أمه بتديله. صح، فيها وجهة نظر. بقى يا سيدي تبلغ اللواء جلال إن الشحنة الأولى من الكاميرات هتوصل خلال 21 يوم من بعد وصول التحويل. على بركة الله. والكوميشن بتاعك محفوظة زي ما اتفقنا. أنا مش عارف أقول لك إيه. ما تقولش. اعمل. اعمل؟ اعمل ايه يا عدم مؤاخذة؟ نتعشى انا وانت الليلة. للأسف بس عندي عزومة مش عارف ألغيها النهاردة. ميعاد غرامي شكله. لا، لو ميعاد غرامي كنت زحلقته، دي سبوبة. هتقابل حسن. لا لا، أنت ليه مخك راح لبعيد؟ حسن مين؟ سبوبة يعني لقمة عيش كده حلوة على السريع. طب كويس، أنا مبسوطة إنك ابتديت تلاقي نفسك، بس خد بالك دايما من الاتفاقات اللي هتعملها مع الناس هنا. قول يا رب. أوام كده؟ ما أنا مش عايز أعطلك. صباحك فل. صباحك ورد. بسيطة. هتفضلي مش هتفضلي معاكي كده في الأوضة؟ هي الأوضة كلها قد إيه؟ وبعدين هتفضلي ظلماني بقى لحد إمتى يا شيخ؟ أنا مالي؟ هي اللي نطت وخدتني في حضنها. طب خدتي بالك من إيديا كانت جنب إزاي؟ فكيها بقى، دي لو عقدة مش لطة كانت فكت. عقدة بشو؟ لا هي بشي مش بشو، شنيطة. وما تسألنيش معناها إيه، إحنا بنقولها كده. لحد امتى رح ضلك عم تحرق لي دمي؟ معاش اللي يحرق دمك، بس يعني بنشيل بعض. يا شيخة ربنا بيسامح العبد لما يعمل حاجة مجبر عليها. يا الله على ردودك السريعة، عندك جواب على كل شيء يا عمر. لا ولسه، لما تعرف إن أنا عايز أعدي عليكي بالليل أقول لك كلمتين. أنا بالليل غير النهار خالص. شوفني فين؟ خلاص بقى، أنا عرفت النظام. هكلمك تنزلي لي عشان إخواتك ما يصحوش ويشوفوني. عمر. والنبي يا شيخ لا توافقي. عايز أتكلم معاك كلمتين. وفيتي هكلمك واجيلك هرنلك تنزليلي. يومك زي الفل. سلام. اه حبيبي، هي غنى ما نزلتليش، هطلع جيبك من شعرك. مريم. طيب غريبة. طيب يا يحيى، مش عارف اعمل. اديني بقى الليمت الصغير لحسن، وحشني قوي. انا اللي قلقني ان فريده داخله على الجو ده جامد قوي وفجاه وبدون اي مقدمات. يعني لو هي داخله على الموضوع ده واحده واحده ما كنتش هقلق، انما الموضه بتاعت الدروس الدينيه اليومين دول مش مريحاني.
هي برضه معذوره، هي كانت حاطه امل كبير جدا على موضوع الحمل ده يعني. يا حبيبي انا عارف ومقدر والله، علشان كده لا عايز امنعها ولا اضايقها، لان اول حاجه هتيجي على بالها اني مستكتر عليها انها تريح نفسها وبالها بكلام ربنا، دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى والاهم، ودي السبب اللي مخليني اجي لحضرتك مخصوص النهارده، انا غالبا مسافر في شغل بره مصر، مش عايز الاقيني جيت بعد فوات الاوان ولاقي حد يكون غسل لها مخها ويكون ده في غيابي. طب ما تجيب من الاخر وتقول لي ان انت جاي لي اساسا عشان اخد بالي منها وقت سفرك زي كل مره. دي مساله مفروغ منها يا عالمي، انا حبيت بس ارسيك على الوضع اللي انت داخل عليه علشان ما تتفاجئش. لا اطمن بلاش، انا من كتر اللي انا شفته في الدنيا في الشغل ما بقاش في حاجه تفاجئني. سافر انت واطمن بس بلاش. حبيبي عالمي حبيبي. يا عيني يا عيني على الحب، امال انا ما بينوبنيش حاجه من الحب ده ليه؟ يا خبر، هو انا اقدر؟ ده انت الحب كله. الحب كله يا قونطجي. الودوده دي كلها وروسكو في روس بعض، شكلها مش مريحني، خصوصا لما ختمت ببص الراس دي. الظاهر عالمي ماما بقت خبره زينا من كتر عيشتها معانا. ايوه، وعشان انا بقيت خبره برضه مستنيه ترد على سؤالي وتقول لي كنت بتتودود انت وابوك في ايه؟ مش هتسيبك. تسلم ايديك يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبي. بص لي كده ليه؟ عارفه يا فريده اكتر حاجه بحبها فيكي ايه؟ ايه؟ انك فهماني وحافظاني صم، وعارفه انا عايز اكلمك فيه. انت تكره ان مراتك تبقى عايزه تقرب من ربنا اكتر؟ والحاجه عفاف بقى هي اللي هتقربك من ربنا؟ ومالها الحاجه عفاف؟ والله اللي اعرفه ان الناس اللي عايزه تدرس الدين وتتفقه فيه بتلجا للشيوخ الدارسين. وايه المانع؟ اللي يسمعك وانت بتتكلم كده يقول انها بتدير بيتها للدعاره لا سمح الله. انا ما اتهمتهاش بحاجه وما دخلتش جوه نيتها عشان اعرف هي بتعمل كده ليه، لكن انا دخلت جوه بيتها وعارفه ومتاكده ان هو عباره عن مكان بيجمع الاخوات اللي عايزين يتفقهوا في امور دينهم ويقربوا من ربنا ويلحقوا نفسهم قبل ما الدنيا تاخدهم اكتر واكتر. إلا لو كان كلامي ما بقاش محل ثقة بالنسبة لك، وثقتك في الناس اللي بتتحرى عن الحاج عفاف بقى أكتر من ثقتك في كلام مراتك. ما تكبريش الموضوع يا فريد، الله يهديكي. الله يهدينا جميعاً يا خالد. رايحة فين؟ مش هتشربي الشاي؟ هشربه جوه عشان نسيبك تتابع الفيلم براحتك.